في كل عام تحتضن هذه الساحات الشعبية مراسم عاشوراء، مراسم يقدم فيها أنواع الأكلات. محمد أحد مؤسسي الموقف مختص بإعداد وتحضير الوجبات الغذائية والتي تشتهر ذي قار بأطباق اللحم والرز منذ بداية الشهر وحتى نهايته، وتوزع الوجبات في مختلف شوارع وأحياء المحافظة. مجموعة شباب بالمنطقة عندنا موكب تقريبا من 2010، يعني موكب هم خدمي وهم موكب بالمنطقة، إقامة عزاءات وهذا ونطبخ اللي قدرنا الله عليه يعني. فشنو اللي يطيع بدينا؟ مرات تمن ومرق على لحم، مرات مثلا كباب، مرات أي أشكال اللي قدرنا الله عليه ويطيح بدينا، وبجهود ذاتية يعني من شباب المنطقة. عادات وتقاليد اعتاد عليها الناصريون في إعداد الطعام، القيمة النجفية والسمك المسقوف وكذلك الأطعمة الصباحية، حيث تشهد حالة تكافلية مكثفة بعد وفرة الأطعمة والمشروبات المجانية بفضل الاستعداد المبكر للمناسبة. وإحنا الحمد لله والشكر بمواكبنا أهل الجنوب نخدم الحسين بكل طاقاتنا بكل ما نملك، فالحسين هو قدم لنا عائلته وقدم نفسه، فهذا شيء قليل. احنا الحمد لله والشكر نطبخ قيمة، وتمن بليلة العاشر تقريبا عجليا وعشر او 15 كيس تمن يعني، ونرجع نوزع من عنده قسم هنا، وعازمين المواكب يصير عندنا سحور الساعة 12 بالليل بالموكب بمقر الموكب، موكب ريحانة رسول الله من خدمة. وبالنسبة صار لنا ما يقارب 6 سنوات إلى 7 سنوات، كانت خدمة بسيطة لأن الإمكانيات محدودة، كانت أول سنين برياني دجاج برياني لحم، بس الحمد لله والشكر الحسين وفقنا، والحمد لله والشكر عجل وبعدين عجلين وبعدين 3، والحمد لله والشكر. ومع مبادئ الثورة الحسينية تجسد عاشوراء في ذي قار لحمة تكافلية بين أبناء المحافظة منذ عشرات السنين. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.